ياك 3 دقائق ياك مساليه بزاف الزيروات باش ما يقولوش شي نمره مساليه بزاف الزيروات بلا ما تقولي فهمت بزاف الزيروات قراي هنا شكون اللي معيط هنا هنا داخل السهم هكا ياك تعيطنا قبل الماتش وقلت لي عبد الحالي بغيتي تشوف الميمون سير غاتماركي في هذا الماتش والله حتى غاتماركي باذن الله ان شاء الله دير قلت ليه دير داك دير بحال ما نلعبش ضد الجيش انت لاعب ضد الزمان والفقر هو الجول وهذاك اللي شادك ما تماركيش هو الحقره هو سير راه عندك دابا انت راك مع الزمان راك شتي الظروف اللي طرات لك جاب ليه الله التيسير داز الماتش عيط قال لي نبقى نعاد قلت لي غتفوت لي الديربي ولا غادي ما عرفتش غتفوت الديربي دابا عاد وقناك خلي لي داك الانرجي بغيت نعطيها خصني نعطيها للوداد حنا كنضحكوا وهذا هو اللي بغينا يعني ما خصناش نبقاو في هذاك الصراعات هذا الشيء اللي بغينا يعني هو عيط ليا وكان عيط ليه ومال الاعداء الاخوه مالهم باغيين الخصام وباغيين يجريو في الاعداء لا 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 ما عنديش نمرته والله ما عندي بالله قسما بالله ما عندي نمرته ما بغيتش نقلب ما مساليش كنت خدام ديك الساعه والله انا كنت خدام